السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيم رود ماب فور بيلدينج كونستراكشن لإمارة دبي. احنا استعرضنا بكده الرود ماب لأكتر من دولة، ومنهم مثلا كانت كندا وبريطانيا واستراليا، وكل ده على موقع بيم أريبيا أو على قناتنا على اليوتيوب. المرة دي اللي أول مرة أشوف الرود ماب لدولة عربية، وأنا سعيد بكده. في 2015 بقى البيم إجباري في حكومة دبي، نزل قرار إنه خلاص هيبقى إجباري للمباني اللي فوق 40 دور، بعد كده خلوها 20 دور. المباني الحكومة، المستشفيات، المدارس، لو في مكتب مش إماراتي جاي من بره، وهكذا. فدي كانت خطوة كويسة. كل سنة بقى بيبدأوا يشوفوا إيه الحاجة اللي هم عايزين يعملوها. في دلوقتي المفروض بقى في 2020 بنبدا نشوف الستاندرد هيبقى موجود، تمام، يبقى في حاجات تمشي عليها. المفروض بقى السنه الجايه هيبقى في سبميشن، يعني ان انت ترفع الموديل على كلاود ويبدا يشوف الشغل بتاعك، ويبدا يدي تقييم للشغل بتاعك، هل هو مقبول ولا مش مقبول. طبعا دي برمجتها سهله، تمام، وفي كذا موقع عمل الموضوع دوت. ولو حد بيعمل رساله ماجستير او دكتوراه ممكن يحط اللبسه بتاعته، او ممكن يعمل في النقطه ديت ان هو يعمل موقع ويرفع المدة عليه ويعمل تشيك، لان التشيك حاجه كتير قوي. كل موقع بيركز على النقطه والروتين، هو يقدر يحط مثلا غير الكلاشات، ممكن تحط مثلا هل في المعلومات الخاصه بالكوبي موجوده ولا لا، هل مطابقه للاكواد بتاعت البلد ولا لا، وهكذا. في حاجات كتيره مفروض انها تتعمل ان شاء الله، تمام. ودي خطوه، خطواتها زي ما شايف السنه دي والسنه الجايه، فان شاء الله ال 10 سنين الجايين تحصل طفره وتطور في دبي، وده هينعكس على باقي الدول اللي حواليها. لان زي ما احنا عارفين تبني اي تقنيه جديده بيبقى ليه 3 انواع: في التبني من خلال من فوق لتحت، وفي تبني من تحت لفوق، وفي تبني بالجنب. التبني من فوق لتحت ان يبقى في مثلا اجبار من شخص ليه سلطه عاليه، زي مثلا الحكومه تفرض قرار فخلاص هيتطبق. من تحت لفوق ممكن سبلاير هو اللي يبدا يقدم الخدمات ديت. والحاجه اللي بعد كده ان الشركات بتغير من بعض، او الدول بتغير من بعض، وكل ما تلاقي دوله بدات تطبق في الدول اللي حواليها تقول لك طب ما احنا عايزين ناخد التكنولوجيا دي ما دامت الدول التانية طبقتها، فده هيبقى كويس ان احنا نطبقها. فخطوة مبادرة كويسة من دبي، وان شاء الله يكون لها اثرها الايجابي، تمام. لان في بعض التطبيق في بعض الاماكن بيبقى مجرد شو، بس ان شاء الله في الدول العربية يكون هدفه توفير، وهدفه نحن ما نهدرش الموارد، وان يبقى في فلتر ان مش كل الناس تبقى شغاله بالمل. اللي شغال كويس هو اللي يقدر يرفع الموديل بتاعه، هو اللي ياخد اوكي. انما في ناس كتير بتبعت موديل مضروب ومعتمده ان اللي موجود مش هياخد باله او كده. انما لما يكون في حاجه تسلم من خلال الموديل، تعمل تشيك اوتوماتيك وتديك ريبورت اوتوماتيك، فاكيد اكيد ده هيفلتر الشغل وهيطلع شغل بجودة عالية إن شاء الله.